للبيت. من خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعض الأحاديث التي لم ترد في أحد غيره. طبعا من المعروف أنه لم يرد في علي من الأحاديث الصحيحة السند، لم يرد في غير علي من الأحاديث الصحيحة السند بمقدار ما ورد في علي. ماكو أحد من الأصحاب، طبعا صحابة صارت لهم أحاديث في فضلهم، لكن لا أحد من المسلمين يستطيع يدعي أن هناك أحاديث من حيث الكم ومن حيث المحتوى في تبيين فضل علي أكثر من الأحاديث الواردة في علي عليه السلام. ومن أبرزها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لم يقل رسول الله، لم يدعي أحد من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مثل هذه العبارة لأحد بعينه من أصحابه. هذه خاصة بعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. عن ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. عن الحسنين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا. وعن الحسين عليه السلام اشتهر في مصادر المسلمين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هل هناك ما يدعو إلى المحبة والانجذاب والانشداد أكثر من هذا النص: أحب الله من أحب حسينا؟ هذه التعاليم الدينية هي مصدر أساس لتشكيل العاطفة الدينية في نفس الإنسان المؤمن المتدين. وقد امتازت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالبرامج المكثفة لترسيخ العاطفة الدينية وتأكيد الولاء والانشداد للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، عبر إحياء مناسباتهم، زيارة مراقدهم. هذه البرامج المكثفة من الطبيعي أنها تخلق وتشكل العاطفة الدينية، ولهذا نحن نفخر بأنه في مدرسة أهل البيت توجد هذه الحالة المتميزة الراسخة من الولاء والعاطفة للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله يثبتنا على محبتهم وولايتهم، وأن يزيد محبتهم في نفوسنا وقلوبنا.